كنت عارفة إنه هيكسر قلبك. أنا اللي كسرت قلبي بإيدي. الظهر إن الخيال اللي أنا بعيشه كل يوم بديت أدفع تمن الدموع. الدرجة دي بتحبي؟ لما كنت صغيرة كنت أبص في عينيه أحس بهدوء الدنيا كله من غير ما يتكلم ولا كلمة. كنت بشوف فيه مثل الراجل القوي الناجح اللي ممكن يحسس أي بنت بالدفى والأمان. دفى إيه وأمان إيه بس؟ طلال ده فاشل وكسلان آخره روح الشغل. لا عمره ولا فكر ولا في فلوس ولا في مناصب. يا حبيبتي ده فاشل وفاضي ما يستاهلش ده مع واحدة من عليكي. عارفة يوم ما اتجوز اتضايقت قوي بس كنت صغيرة ساعتها مكنتش فاهمة ان الاحساس ده يبقى اسمه خيرة. طب والحل ايه؟ نفضل نعيط؟ العياط ما بيجيبش نتيجة. الحل ان احنا نبعد عنه وننساه خالص. طلال عمره ما هيكون ليكي. خلاص يا ماما طلال بقى في حتة تانية خالص. سحر هتسمحي لي اجلس؟ تفضل. انا اصلا كنت ماشيه. لا اجلسي ابغى اتكلم معك. اجلسي. انت تحسبيني ما اشوف وما احس؟ تحس بايه؟ احس فيك. مش فاهمه. سحر ما له داعي نهرب من الحقيقه. ترى الكلام اللي ما قاله لسانك اشوفه في عيونك. وبعدين أنا هنا علشان أقولك إنه مو كل الأحلام تتحقق. ولا ما كان سموها أحلام؟ أيوة بس بالإرادة نقدر نحقق كل أحلامه. ممكن بس أنا تعبت من الخيارات الصعبة والنهايات الحزينة يا سحر. تعبت من الصدمات فطبيعي أني أختار الطريق السهل عشان أكمل حياتي. بس أنا أنت إنسانة واعية وفاهمة الحياة وقدامك المستقبل. عسى الله يوفقك إن شاء الله ويكتب لك النجاح. أتمنى لك كل خير يا سحر. عن إذنك.